هلا هو مسلسل ضيوف على الحب، يعني بيحكي على الحب، يعني رغم انه هاي الحب مثل ما حكيت يمكن مرات هي كلمة كبيرة كتير، يمكن ونحن هي ضيوف. يعني على كل مسلسلنا بيحكي فترة ما بعد الحرب، طبعا دون التطرق والخوض على الحرب، هي على خلفية هذه الحرب اللي كانت على سوريا، وكلنا نحن بنعرفها كيف كانت كارثة على المجتمع السوري والمنطقة كلها. يعني عم نحكي عن مجموعة شباب شابات بعد ما كنا 10 سنوات بالظلمة بالرطوبة بالقذائف بالحصار بكل شيء، فهادون الشباب حقهم يطلعوا على الحياة، يشوفوا مكان إلهم، يشوفوا فرصة عمل، يبنوا حياتهم من خلال طبعا بيت اللي هو بيجمع هاي الشخصيات، وبتكون هي يعني أحد أبطاله هي شكرا مرتجى اللي هي جامعة. هذا هو هؤلاء الشباب، يعني طبعا في عنا الممرضة وفي عنا المحامي المتدرب وفي عنا المهندس وفي عنا يعني اللي عم بيبحث عن عمل، وفي عنا اللي عنده طموح بالهجرة، في يعني شرائح مختلفة في المجتمع. يعني أنا بكون ممرضة مطلقة وعايشة بغرفة ببيت عربي مستأجرته من صاحبة البيت صباح اللي هي النجمة شكرا مرتجى. وبصراحة هي يعني أنا حبيت حالتها كتير، لأنه هي مرة المظلومة اللي طلقت مجبرة يعني، وبنفس الوقت بصير معها صدفة بشغلها نتيجة اهتمامها بأحد المرضى بيوقع بحبها، فبصير عندها مثل ما بيقولوا يعني بدها تختار بين العقل والقلب، فمنشوف هذا التخبط، هذا الخيار الصعب بحياتها لوين بدها تاخذها للمجهول، وخاصة هي ما عندها حدا، ما عندها سند يسندها، وهي أكلة طعم كبيرة طعن كبيرة من زوجها أو طليقة، فكل هالهواجس اللي هي بتعيشها أكيد منشوف يعني نشوف تحولات بظروفها بالحلقات الثلاثين اللي حتمرق فيهم. حسام حسام اطلع اخترع شخصية حدا ملياردير تقريبا، هو هذا الملياردير هو ولاده برات البلد وعايش لحاله، بتصير معه أزمة صحية، فبيتعرف على إحدى الممرضات وبتربطه فيها، بيصير علاقة. هاي العلاقة رح نعرف نحن شو هي فيما بعد، حتى ما نحكي كتير ونفرغ الشخصية، بس بالنسبة لي أنا يعني بعتبر هو من الأدوار اللي الجديدة بالنسبة لي، أنا ما لعبان هيك شخصية بعد. شخصية دراميا كتير بدها شغل، وإن شاء الله يعني قدر أنا وصل شيء من هاي الشخصية. هلا أنا ما بعرف، أنا بالنهاية أنا وقت بأخذ أي مسلسل بحس إنه إذا ما له علاقة فينا بحسه إنه يعني ما بعرف بيفقد هيك جوهره، بيفقد معنا. أنا عم بحكي عن حالنا، نحن عم نحكي عن هؤلاء الناس اللي بيحق لهم يعيشوا، اللي بيحق لهم يعني تقول يعني يستمروا بحياتهم، يبنوا أحلامهم، أو بالأحرى يعني يحاولوا بناء أحلامهم وطموحاتهم، يعني وهذا حق مشروع يعني. فنحن عم نحكي عن هؤلاء، يعني عم نحكي عن فترة هي فعلا هي صعبة جدا، وأنا ما عم اتطرق للحرب هون العمل، ولا بيحكي ولا كلمة عن الحرب نهائيا، بس هي إفرازات هي الحرب يعني بشكل أو بآخر يعني نالت من كل المجتمع السوري يعني على كافة الأصعدة. عم بعمل شخصية اسمها جهاد. جهاد هو كتير شخص طيوب لطيف جدا، محب، رفيق الكل بهذا البيت. طبعا هو عايش بهذا البيت اللي هو بيت العربي مع كتير أطياف من الناس، بس هو الوحيد المتوافق مع الكل تقريبا، بيحب الكل والكل بيحبوه لأنه هو الأبسط. دارس IT بس ما بيشتغل بهي المهنة، يعني بيشتغل بشيء قريب لإله. رح يقع بأكتر من نار جهاد يعني، وما رح يقدر يطلع ببساطة من اللي هو فيه، رح يعاني كتير، بس رح نشوفه آخر شيء يعني في حالة أنقاذ رح تصير لإله، ورح يرجع يعني لطبيعته اللي هو كان فيها. المسلسل هو إنتاج المؤسسة العامة إنتاج تلفزيوني، اللي دائما كنت أنا أحكي وأقول إنه هذه المؤسسة هي الصخرة التي تتكئ عليها الدراما السورية. هلا قولا واحدا لح يشوفوا شيء مختلف بما يخص السنة، أعمال السنة. يعني نحن عم نعمل عمل هيك لطيف وهادئ، وفي حب، بيحكي عن الحب، بيحكي عن عنا
بيحكي عن انعكاساتنا هي الداخلية مثل بقول في فترة كتير هي هلأ مثل ما حكيت صعبة جدا. وبتمنى انه هذا العمل يكون هيك نقطة مضيئة يعني في الدراما في هذا العام يعني. وانا امل هذا الشيء لانه فعلا نحن عم نعمل عمل هو له علاقة بالحياة، له علاقة بالإنسان، له علاقة بما بعد الحرب. يعني هدول الناس نحن شفناهم لأنه نحن نعمل كونتراست كتير مهم هو أنه خلال الحرب وما بعد الحرب.